المرور عبر منعرجات الطريق الرابط بين سيدي إفني وقولميم أصبح الآن أيسر بعد تعبيد وتوسعة الطريق الوطني رقم 21 الممتدة على طول 42 كيلومترا. الطريق في الأول كانت مضيقة وخايبة، وكنا مع الفيراجات وداك الشيء والكرواز ما دابا شي واحد دابا كتكروازه معاه وداك الشيء لابد كتخرج لا بيست وكذا وهذه. الحمد لله دابا الحمد لله اللهم لك الحمد دابا توسعت الحمد لله. هي دائما كندوز هنا ولكن دابا الطريق واسعه مزيانه، حتى ديك الطلعه اللي فيها ناقصه شويه. لا لا بخير، الطريق واسعه دابا مزيانه نمر واحد. الطريق الرابط بين سيدي إفني وقولميم يختصر حاليا مدة الرحلة في 45 دقيقة، مشروع يدخل ضمن برنامج واسع لتقوية الشبكة الطرقية بإقليم سيدي إفني وتحسين مستوى السلامة. مشاريع خصص لها غلاف مالية بقيمة 500 مليون درهم، بعضها أنجز والبعض الآخر مبرمج أو قيد الإنجاز. هناك أيضا مشروع مهم محوري اللي كربط ما بين مدينة سيدي إفني والخصاص على طول 150 كيلومتر بواحد التكلفة ديال 90 مليون ديال الدرهم، وهناك ايضا مشاريع مبرمجه وخصوصا دائره الخصاص، وكنذكروا منها على خصوص مشروع الربط الطرقي ما بين الخصاص وايتوافقا على طول 89 كيلومتر، وانجاز طريق جهويه 117 اي طريق اقليمي 19 سابقا على طول 28 كيلومتر. تتربط هذه المحاور الطرقيه بين اقليم وسيدي افني، وكذلك تتمر من اهم المحاور الطرقيه اللي كتربط وسط الاقليم بأقاليم أخرى، مثلا المحور الطرقي اللي كاين بين سيدي إفني إلى لخصاص عبر تيوغزا للأشغال انتهت فيه بواحد نسبة تقريبا ديال 90%. إنجاز هذه المشاريع سيمكن من رفع مستوى الطرق المصنفة من حسنة إلى جيدة بإقليم سيدي إفني من 65% حاليا إلى قرابة 85% ما تم السنة الجارية.